عادي قوي اروح لدكتور اسنان لما اسناني توجعني، وعادي قوي اروح لدكتور عظام لما عظمي يوجعني، لكن دكتور نفساني لا 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 يمكن. هو باب النجار مخلع ولا ايه؟ بصراحة الكلمة دي وجعتني بشكل. كنت بعدي بوقت صعب من فترة، اكتر جملة تعبتني الناس اللي كنت بقول لهم انا تعبانة كانوا بيقولوا لي باب النجار مخلع ولا ايه. وفي نفس الوقت كان ساعتها رمضان وكان في مسلسل خلي بالك من زيزي بيتعرض، اللي حصل ان الناس تفاجأت ان الدكتور النفسي تعب، ولقيت كذا حد بيقول لي انجي لازم تفتحي لازم تتفرجي الطبيب النفسي نفسه تعب. بصراحة هي حاجة شوية تكسف ان الواحد يبقى تعبان تعب نفسي، لان كتير قوي بيتحط عليه زي وصمة عار كده، وكان انت مكتئب ولا ايه، انت مجنون ولا ايه، ده ما بقاش طبيعي، هو في ايه غلط. انا من الناس اللي اخدت وقت كبير قوي عشان اقبل ان انا اطلع اساسا في فيديو اقول انا تعبت نفسيا وان انا تعرضت لضغط نفسي شديد جدا، وكان ده تقصير مني في حق نفسي. بعد شويه بقت عندي نظره تانية للتعب النفسي، وابتديت الاقي ان اللي تعبانين نفسيا دول كتار قوي. ناس كتير قوي مكتئبه بس مش قادره تقول انها مكتئبه، ناس كتير عدت بامراض نفسيه او فعلتها في ناس بتعدي بامراض نفسيه، بس هي زي ما قلت لكم كانها حاجه بنتكسف منها. الاحسن ان احنا ما نتكلمش عنها ونحاول بقى مش بس ان احنا يعني بنتعامل مع التعب بتاعنا، ان احنا كمان نمثل قدام الناس ان احنا ما فيناش حاجه. بعد شويه لقيت نظره تانية للتعب النفسي، لقيت ان التعب النفسي ده وكانه بيقول ان انا انسان عنده احساس، ان انا انسان كان مفتقد حاجات في طفولته وما خدهاش، ان انا انسان عنده توقعات ولسه محتاجها، ان انا انسان بيفكر وبيتامل في الحياه وبيشوف نظرتي ايه للموت، نظرتي ايه للمرض. ناس كتيره قوي تعبت وقت الكورونا، اخصائيين نفسيين كتير قالوا قبل ما تبدا فتره الكورونا والناس تقعد في بيوتها ان الناس هتطلع بعد سنتين كتير قوي انهم عندهم امراض نفسيه. انا واحده منهم وما كانش سهل عليا ان انا ابدا اقول ده، لكن لو احنا بصينا في التعب النفسي انه بيقول ان احنا نفس، تعب نفسي يعني انت نفس، والنفس دي بتتعب زي ما الجسد بيتعب وزي ما الروح اوقات كتيره بتتعب. تعالوا نحتوي نفسنا بدل ما نتبرى منها، بدل ما نبقى مكسوفين منها، وتعالوا نسمح لنفسنا ان احنا نقول للناس اللي حوالينا ونشجعهم هم كمان ان هم يقولوا لنا انه في تعب نفسي، والتعب النفسي دايما بيبقى ليه حلول. على قد ما كنت بخاف ان انا اقول على نفسي ان انا تعبانه نفسيا، لكن بعد شويه لقيت حاجه فرحتني جدا. الدكتور بتاعي لقيته بيقول لي انت عندك 3 اضلاع في المثلث بتاعك، عندك العلاقات بالعيله وعندك العلاقه بالاصحاب وعندك العلاقه بشريك الحياه. الثلاثه دول لما كل حد فينا بيعدي بصراعات فيها او بيتعب منها بنتعب نفسيا، وكان التعب النفسي ده بيجي لنا زي الجرس كده يقول لنا اخبار المثلث بتاعك ايه، اخبار علاقتك بنفسك ايه، اخبار علاقتك باصحابك بعيلتك بربنا بالحياه بحاجات كتيره قوي. ما تتخضش لما تلاقي نفسك تعبان نفسيا، وبدل ما تبقى مكسوف منها احتويها وحاول تسمعها وحاول تعرف النفس محتاجه ايه.